والمنخفض الجوي إن شاء الله هذه السنة. أسأل رحمة الله الله عليك. وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس في المغرب اليوم مساء يوم والأيام القادمة. سوف نوافقكم بآخر توقعات المستجدات، رياح قوية محتملة على مرتفعات الأطلس والجهة الشرقية والجنوب الشرقي إن شاء الله. بالنسبة لتوقعات أمطار الخير، فيتوقع دخول بعض التساقطات المطرية المعتبرة إن شاء الله على بوشدور والعيون، وقد تصل حتى كذلك الجرفية، وأمطار رعدية محليا على مرتفعات الأطلس على بني ملال أو خنيفرة ورزازات تينغير أوكيم دن أوزميز طاطا، وكذلك المرتفعات كذلك الجنوب الشرقي. وبالنسبة لخلال الأيام المقبلة، فيتوقع استمرار أمطار رعدية محتملة إن شاء الله على أقصى جنوب المملكة على الدخلة وأوسرد وكذلك الكويرة، تساقطات مطرية رعدية محتملة وقوية إن شاء الله خلال الأيام القادمة. يتوقع استمرار هذه الأجواء المضطربة وهذه العواصف الرعدية على مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسطة، أمطار رعدية متفرقة أحيانا مع احتمالية انخفاض طفيف في درجة الحرارة. استمرار هذه الأجواء المتقلبة كذلك على أقصى جنوب المملكة على الداخل وأوسترد والقويرة، تساقطات أمطار رعدية غزيرة محليا وقد تكون عاصفية كما تشاهدون كذلك على مرتفعات الأطلس بعد التساقطات المرتقبة على المرتفعات، لكن تبقى أمطار ضعيفة محتملة إن شاء الله. أما بالنسبة ليوم الجمعة، الطقس مستقر مع احتمالية أمطار رعدية لكن تبقى متفرقة ضعيفة محليا، وكذلك مع احتمالية دخول اضطرابات جوية خلال الأيام المقبلة. يوم الجمعة أمطار ضعيفة مرتقبة. أما بالنسبة ليوم الأحد والأيام المقبلة، يتوقع اقتراب منخفض جوي أطلسي سيؤدي ربما تساقطات مطرية رعدية محتملة على خنيفرة وخريبقة وكذلك مرتفعات الأطلس وهذا بالفوسفات والرحمنة وسوسو والماس إن شاء الله. بالنسبة للأيام المقبلة وبدخول اضطرابات جوية، دخول منخفض جوي إن شاء الله، أول منخفض جوي إن شاء الله هذه السنة، أسأل الله الثبات وكذلك تعم الخيرات على العباد وكذلك البلاد، تساقطات مطرية معتبرة على وجه الناظور الحسيمة بارد وتطوان ومراكش وسيدي سليمان والدار البيضاء أسطات خريبقة وخنيفرة وكذلك بني ملال بن قرير آسف. ما زالت هذه التوقعات بعيدة المدى إخواني الأعزاء، قد تتغير والعلم عند الله. بالنسبة كما تشاهدون هناك بوادر خير تروح الأفق بدخول أمطار وأول منخفض جوي.